يمشي للحبس. راه واحد السياسي فاسد دار الفعايل الفاسده. صحفي كيعتقد راك الحريه تعمل كيبدا يكتب حتى كيجي على عينك كيزعم 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 واقم لواحد النهار بق كيولي راه كيولي ضحكه عند بعض عباد الله. سير الحقوق النشطاء الريف وجراده ولا في مواقع العدم الحقوقيه السير المديني نفس العمليه شافوا كذا غادي يغوتوا مساكن طاب طاب طاب. واحد اخر عاوتاني فعايل سياسي دار فاسد دفع اعتقد الاخر راه المشكل راه مع المؤسسه الملكيه والملك مشى جبد الملك خدا 4 سنين. اذا شكون هو اللي خلق المشكل للملك ولا لذاك مول الكاسكيطه ولا المديني ولا لهذا الزفزافي ولا هذا ولا هذا؟ راه هما دوك السياسيين اللي ما كيديروش. شكون كانت البنادم قاده تنمويه اقتصاديه راه ما يهضروش الناس واش قد كيهرب من دار من دار الحرس. نقطه اخيره كتعلق بهؤلاء الصحفيين باش نسد هذا القوس. على بعد واحد السؤال، علاش نفس الاسلوب اللي كترد به حكومه اخنوش على المنظمات الدوليه كان نفس الاسلوب اللي كانت كترد به حكومه بن كيران والعثمان، وكان البلاغات من محبره واحده؟ هذا سؤال غريب. نفس الاسلوب، في واحد النوع من العنف، في واحد النوع من الصدام. نحن واذا كنا احنا في مواجهه الغرب وعندنا مشروع الحكم الذاتي وعندنا تحديات داخل، علاش كرهتهم فرصه؟ اسيدي ما كاين باس نتابعوا الصحفيين في حال صراح، اسيدي ما كاين باس نحيلهم على المجلس الادبيه، نحرمهم من البطائق، كيش علاش الحبس كيردموا 15 16 10 طرطاف طاف الزفزافي؟ وغريب هذا المنطق في المغرب، الحباسات والبلاغات وغريب كنبقى كنجيو نحن انت مستهدف عندك واخا سيدي ايوا ما تعطيش فرصه للعدو. لا انا كنفرش العدو فين يدخل عندي وانا راه مستهدف. ايوا نقيونا الاجواء ايونا حيدنا الصحفيين حيدونا العباد الله اللي خلينا نقابلوا الفاسدين ونقابلوا البلاد عامره على صحفيين ثلاثه الصحفيين ولينا احنا كنشوهوا قدام العالم اخوتي المغاربه راه كنشوهوا. واش كيصحابكم هاد الشوايع يغطيو عليها بعض الاصوات كيخرجوا يغطيو الشمس بالغربان؟ راه المجتمع عايق والعالم عايق اليوم. راه اخطر ما في المغرب اليوم هو انه كاين منجزات في المغرب رائعه لا ينكرها سوى الجحيم. راه مؤخرا كنت في مراكش والله ينسى هذيك اللقطه نعاودها لكم رائع. لاول مره مشيت لواحد البلاصه سميتها سيتي فاطمه المهم النواحي ديال والله ما عقلت واحد رائع واحد البلاصه عجبني. جلست حدايا واحد المغربيه ومعها جزائري جلست انا وليدي الدوري. الجزائري ناض مشى للمرحاض ولا مشى شي بلاصه على ديك الكلمه تعرفوا شنو قالت ديك المراه؟ قالت لي عيب العيب داخ داخ داخ. قلتها بواحد الطريقه قلنا لها مالو؟ قالت لينا طاخ طاخ شاف المغرب. قالت ما توقع عمره ما توقعش المغرب بحال هكا. شاف هذيك الطرقان وذاك الطريق لمراكش وشي طرقان وذاك المناظر الزينه وداتو للدار البيضاء وشاف لوتور ما كانش عارف هو المغرب. قسما ورب العزه يا اخوتي المغرب على شعور شعرت انا ومولاة الدار الفرحه. وحنا بثلاث هي مرته كتهضر فيه ولكن كتهضر فيه ماشي كتهضر فيه بالشر نو ذاك الحس انا وياها الوطني كانت نضاخ ضاخ ضاخ عيب عليه عجبو عجبو المغرب الحمد لله وفرحنا كامل. هذا مغربنا اخوتي المغرب. المرات كنشوف شي قماقم سمحوني نسمع هذا المصطلح ياك شي قماقم شي صحاب المراه كيدافعوا على المغرب شي في مكان شي فاشله شي فاشل شي تافه ما عندهم يدبر مصاريف وهاد سيرتو هاد هاد الصفحه الاجتماعيه شي واحد البؤساء يبيع مو في الدوره يبيع خوف في الدوره يبيع تبيع راجلها في الدوره ولا يبيع مرته في الدوره. سمحوني ماشي كلش كنقول بعض عديم الاخلاق او كيبقى يهضر بسميه المغرب الوطنيه او كيبقى يسال من الشرف انا نعطي ما نجيب انا نعطي ما نجيب انا رت سليم ريسوني توفيق ب 20 ايه وهاد ال 5000 واحد ها شحال المغاربه شحال 5000 ما مصرحنش شحال اخوتي المغاربه اللي ما مصرحنش شحال سمعوا سمعوا عشان كتصرح في الممتلكات ديالك اما انت امي ما فراتش كاع تصرح ممتلكات وهذه كارثه عظمى وفراس ما مصلح علاش ما مصرحش داك التصريح بالوزاره وقيل في 2010 والبرلماني 2010 القانون معطي منجيب ما مصرحش تبييض الاموال. شوفوا المعارك اللي خداو على معطي منجيب جرائد وصحفيين عافاكم المغاربه من الهضره معاكم راه شوف ها والله تعياو تخبطوا فينا حنا الله الوطن الملك ورضاه الوالدين وراه ما راه معني اش انا بمحاربه الفساد في هذه البلاد ولن نتخلى على حب المغرب. عندنا تقضوا خونا هالفلوس هاللايكات هالادسنس هال لا 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 التهديد والله لن ننتهي حتى هذه اللعبه قديمه ومستعدين لجميع كنطلبوا ربي اللي يورينا
كنت حتى انا صحفي صغير كنساهم مع بعض الصحفيين اللي جاني بعد المشوار في الدوله الكبار. مزيان اخي طبيب راه فيه لا تعنطيزه ولا والو، كاين غير كنبغي ناكد حيت كاين بعض قصارى العقول تعاير لامي ولا ترهبونا ولا تهدونا ولا ديروا الصفحات وتحيا ليل وصباح ونهار. نحب هذا الوطن بطريقتنا لا بطريقتكم، انتم الحب مقابل امتيازات الريع، احنا الحب لله في سبيل الله. الله يعلمنا شي حاجه اللي استنى بغيت ربي يفتحوا في هذا النهار السعيد. مزيان اذا لنا ثاني سمعوا الموضوع اللي بغيتوا شي نهار تعقلوا شي حاجه خليتها في مساري المهني هي هذه الفكره. هذه الفكره هي ان اسباب خلال المغرب هم واحد الفاسدون يختبئون وراء حب الملك وحب الوطن ويراكمون الثروات، يخلقون مشاكل في الصحراء وفي الريف وفي قلعه الصراغله وفي جراد، يحرمونكم من المستشفيات ومن الطرقات ويسودون صورتكم بهي امام المجتمعات. اعداء الله كنكرههم ولاد الحرام، اسمع ولاد الحرام، بقى المغرب ما خداش معركه ضدهم حقيقيه باقي. وقلبونا بشكاجي جزائر بوليزاريو معطي مونجيب زفزافي داوي فلان فلان. جزائر راه جزائر كيكون عندك شي جار خايب سوقو خاوي اش كدير ولا كتزرب عليه كتقطع غاه بعاود مخك ساليت مع بقى من اللي جا التزار فيك الاذى كندير لك الزرب ولا كنمشي معاك للمحكمه المحكمه تفصل بحال هكا. جزائر سط مشيت فركن هي في المنتظم الصحراء وها وراقي. نقول لكم واحد القضيه دابا في الصحراء كنتعصب والله حتى كنتعصب واش الصحراء المغربية غنحتاج فيها انا لمنظمة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وانا الحمق الشيء الحمق اللي عنده اللي حمق اللي كيضرب. انا كنقول لكم شي واحد كيشير بالحجر عيط له قول له داك اللي اجا خويا كتشير بالحجر. هذا هو شمال افريقيا. جزائر ها الصحراء عندها قداش مزيان. موريتانيا ها الصحراء عندها قداش مزيان. تونس ها الصحراء عندها قداش ويلي. ليبيا شو صحراء ليبيا قد والمغرب ما عندوش صحراء اقدم دولة ها بلا ما نمشيو للمنظمة المتحدة وعاد وما نبقاش كاع نناقش مع بنادم عاد هذا الوقت اللي عطيتكم بصير. خمسة دول شمال افريقيا الدولة اللي فتحت الاندلس واللي وصلت للسنغال ووصلت للكاو وحكمت انتم ما عندكم الصحراء المغرب قبل الصحراء عادي 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 بلا ما هادي اللي كيشير بالحجر يقول لي بصح هاد البوليزاريو عاد خربيقة ما نبقاش نضيع وقت اخوتي المغاربة اش كنتعصب دخل عندي هنا تقول بنيش انا ما تضحكش عليا دخل عندي هنا جالس كتفطح حتى ولادك وسويسرا وماريبيا وكذا وكذا وديتي مزاري اخويا راه الصحراء زربت راه الجيش عندي المغربي تايق فيه راه عندي الديستي عندي راه الجيت تايق فيهم انا تخافليش ادخل عندي العصابة هنا اجي في الفلوس صندوق النقد الدولي افين سيدي علاش هالطرق انا مملكه عظيمه وعندي مواعب مع انا دوزت الحسن الاول وعبد الرحمن السعدي وبوتو شافينو كتقضوا خلي لي بهاد كل مره تخلق لي معطي مونجيب تخلق لي في الزاعه تخلق لي بوليزاي تخلق لي كل مره تلقى لي عظام قام الهيبي انا ولا باش ما نتحاسبش معاك تعالى كيفاش 5000 واحد انت ما مصرحش علاش ما تصرحش فين الدوله فين مؤسساتها دابا يحبسوا سنه احباس مالك ما صرحتيش فين انت واش 15 عام تبقى تقول لي بوليزاريو 15 عام ديال مراكش ديال أبدوح 15 عام 15 عام عيب إساءة سمعة المحاكم المغربية 15 عام عطيهم مباراة ولينا كنطلبوا أسيدي ولكن حي عرفت شنو كتقول الاستثمار والدولة مين الدولة ما بتش فيه في 15 عام نص جيل لا كتقول لي نعطي مونجيب تقول لي الصفعة والجزائر بوليزاريو بوركينا فاسو إيه تقعد تقول لي علينا تما ها هو أصل الصراع أخوتي المغاربة تا هو اللي كنقول لكم خصكم